السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم في هذا الفيديو بشرح لكم طريقة تحميل وتثبيت السوفت وير لاي هاتف سامسونج مهما كانت نوع. طبعا شو يفيدك عمل سوفت وير عن طريق ويندوز بواسطة برنامج اودين؟ شوف فائدته باختصار. اذا كانت تواجه مشاكل كثيرة، من ضمنها ان الهاتف يعيد تشغيل بنفسه تلقائيا، يعيد تشغيل باستمرار، اوكي، او مشكلة اخر معلق على شعار سامسونج ومشاكل اخرى كثيرة. انت تلجأ انك تسوي فيكتوري ريست او اعادة ضبط المصنع حتى يصلح مشكلة. لما تسوي اعادة ضبط المصنع وترجع تشغل الجهاز تلاحظ ان المشكلة لسه موجود، لحل هذه المشكلة لازم تسوي سوفت وير. ففي هذا الفيديو بشرح لك كيف تسوي السوفت وير خطوة بخطوة عن طريق برنامج اودين بواسطة وكمبيوتر ويندوز. فحتى ما اطول عليكم في الفيديو نروح للشرح. اول شيء حتى تسوي تحمس سوفت وير خاص بالهاتف سامسونج الخاص بك وتثبيت سوفت وير جديد في هاتفك، او لازم تعرف الموديل نمبر. كيف تعرف الموديل نمبر؟ طرق كثيره لمعرفه موديل نمبر، من ضمنها انك تشوف ظهر علبه الهاتف او تروح للاعدادات. الناس مش بالضغط على تفتح لوحه التحكم تضغط على اعدادات. الحين ننزل لتحت هنا بتحصل ابوت حول الهاتف ابوت بون، اوكي. بعد ما تضغط هنا بتحصل موديل نمبر مثل ما تشوف، هذا هو الموديل نمبر، اوكي. هذا الموديل نمبر وين تحطه؟ تروح لهذا الموقع، الرابط في الديسكربشن، رابط الموقع في الديسكربشن. اكتب هنا في البحث، بحث الموقع، اكتب الموديل نمبر اللي موجود هنا هذا، اوكي، واضغط على انتر. اوكي، بعد ما تضغط على انتر اختار البلد الخاص بك، مثلا اي بلد تبيها، كل البلدان موجودة تقريبا، مثلا هذا البلد. اوكي، بعد ما تختار البلد الحين انزل لتحت. هني راح بتحصل عدة ملفات او عدة سوفت وير، انت لازم تختار السوفت وير خاص بجهازك. كيف تعرف السوفت وير خاص بجهازك؟ الحين كل ما عليك انك تروح لسوفت وير، هني بتحصل سوفت وير ناس ما تشوفه هذا الخيار، اضغط عليها. هني بتحصل بولد نمبر، بولد نمبر اللي يبدا بحرف A 710 و و و، اوكي. هذا ابحث هني البولد نمبر الخاص بك. ناس ما تشوفون A 7، هذا هو البولد نمبر الخاص بجهازي، او هذا هو السوفت وير الخاص بجهازي. شوفوا، اما الباقي لهواتف اخرى. اوكي، راح اضغط على هذا الزر، اوكي، انزل لتحت. هني عندك عده روابط لتحميل السوفت وير خاص بجهازك، رابط من تحميل من متصفح، تحميل برابط مباشر، بما يناسبك، اي واحد يناسبك حمله. بعد تحميل السوفت وير، اوكي، راح بتحصلها هني على شكل ملف مضغوط. هذا الملف مثلا تشوفوا، تضغط عليه اكستراكت فايل راح ينتج لك هذا الملف. ناس بتشوف تفتح الملف بعد تحصل عده ملفات. اوكي، الحين حتى تثبت السوفت وير مباشره الى هاتفك السامسونج، اوكي، كل ما عليك انك تفتح تحمل برنامج اودين، بعد الرابط في الديسكربشن ايضا. بعد ما تحمل اودين تضغط اكستراكت هير او اكستراكت فايل، راح ينتج لك هذا الملف. راح تفتح الملف بهذا الشكل، اوكي. الحين تفتح البرنامج اودين تضغط عليه، هني راح يقول لك مثلا، يقول لك قبل عمل الخطوات او قبل تثبيت السوفت وير لازم تحذف حساب جوجل، تحذف حساب سامسونج اذا كان عندك من الهاتف حتى ما تواجهك مشاكل في تثبيت السوفت وير. اوكي، الحين اضغط على اوكي، راح يفتح لك البرنامج بهذا الشكل. شوفوا، لاحظوا، اوكي، الحين يقول لك هني اول شيء في اوبشنز لازم تتاكد ان الخيار هذا مفعل، والخيار الاول مفعل، الخيار الرابع مفعل. اوكي، ارجع للخيار الاول، الحين ارجع للقائم الاول. الحين كل ما عليك انك تحدد بي، اول شيء تحدد بي هذا بي او اي بي، وين اي بي؟ هذا هو اي بي،
اوكي راح تسحبه مباشرة هنا. بعد ما تسحبه انتظر ثواني، يتم بليز ويت، يقول لك انتظر لين ما يتم رفع الملف للبرنامج. اوكي بعد ما ترفع البرنامج يقول لك خلاص الحين تم رفع البرنامج. الحين روح لملف بي ال اللي هو هذا بي ال، اسحبه مباشره هنا. اوكي انتظر ثواني، تخلص تم التحديث. الحين روح لملف سي بي، هذا هو سي بي، مباشره حطيني. اوكي خلاص تم التحديث. الحين روح للملف الاخير اللي هو هذا، نحطه مباشره هنا. اوكي بعد ما تضبط هذا الخطوات، تحدد الملفات، الحين نروح على هاتف سامسونج. وصل كل ما عليك انك توصل، اول شيء تطفي الجهاز باور اوف، خلاص تطفي الجهاز يعني تتاكد ان الجهاز مطفي كامل. اوكي ناس نشوف بعد ما تطفي الجهاز. الحين شوفوا، الحين لازم تدخل في اعدادات السوفت وير. كيف؟ طبعا من هاتف لهاتف تختلف. اذا كان في زر الهوم في جهازك موجود زر الهوم، تضغط على زر الهوم والباور وخفض الصوت، خفض الصوت باور هوم خفض الصوت مع بعض راح يدخلك في اعدادات السوفت وير. اما اذا ما كان هاتفك ما في زر الهوم، بس تكتفي بالضغط على زر الباور وخفض الصوت باستمرار مع بعض، وراح يدخلك في اعدادات السوفت وير. بعض الهواتف السامسونج الاخرى يمكن يدخلك في السوفت وير بالضغط على خفض الصوت وزياده الصوت. اوكي بالنسبه لهذا الهاتف في زر باور، راح اضغط على اول شيء اوصل الكيبل بالشاحن، اوصل الهاتف بالهاتف. الحين كل ما عليك انك اضغط على زر الباور، الباور خفض الصوت، الباور وخفض الصوت والهوم مع بعض ثلاث ازرار. اوكي مباشره راح يدخلك فيه. يقول لك هني حتى تثبت السوفت وير اضغط على ويليام اب، يعني زر رفع الصوت. اذا تريد تلغي خفض الصوت، انا اريد اثبت السوفت وير، راح اضغط على زياده الصوت. اوكي الحين راح تنتظر لين ما يتم تثبيت الهاتف، التثبيت السوفت وير. اوكي هنا الناس ما تشوفون لازم تضغط على ستارت، لاحظوا اضغط على ستارت. بعد ما تضغط على ستارت الحين خلاص جاري تثبيت السوفت وير، مبروك عليك. راح تنتظر لين ما يكتمل. طبعا انا راح بحاول اسرع الفيديو، ناس ما تشوفون جاري تثبيت السوفت وير، بحاول اسرع الفيديو حتى ما يكون الفيديو طويل وملل، وبرجع لكم. فيلا اوكي مثل ما تشوفون خلاص تم فتح الجهاز، تم تثبيت السوفت وير الجديد. الحين تختار البلد وال اي شيء تبي، لغه مثلا عربي، اضغط على اوكي. طبعا انا راح بحاول اسرع الفيديو حتى هذه الخطوات بسيطه كلها، نيكست نيكست نيكست، وراح يفتح الجهاز. بسوي الخطوات وبرجع لك. اوكي مثل ما تشوفون خلاص تم فتح الجهاز، اضغط على السماح. خلاص بهذه الطريقه تم تثبيت سوفت وير جديد اخر اصدار، تم عمل سوفت وير بنجاح. الحين 100% تم اصلاح اغلب المشاكل اللي كنت تواجهك في الهاتف. بهذه الطريقه تم حل المشكله، تم تثبيت سوفت وير جديد. وبس هذا هو خطوات تثبيت سوفت وير عن طريق برنامج ودين بواسطة ويندوز. وبس هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.